السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفات لذيذة للمبتدئات. اليوم مع حلوى بحجم عائلي، مقادير بسيطة وبطريقة جد سهلة. غادي نحتاجو في المقادير زلافه كبيره ديال الدقيق كما كتشوفوا في الفيديو، وزلافه صغيره ديال الكوك. غادي نحتاجو كذلك واحد البيضه، كاس العنبه ديال سكر سميده، 200 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، وغادي نحتاجو كذلك واحد ارز فاني وواحد ارز خميره. غنحتاجو كذلك المربى كيبقى على حسب الذوق، والكولي ديال الفريز باش نزوقو في الاخير. بالنسبه للطريقه، كنخلطو جميع النواشف كما كتشوفوا في الفيديو. كنديرو الدقيق، كنضيف عليه الكوك، سكر سنيدة، واحد أرز فاني وواحد الخميرة أرز. غادي نخلطو هاد المكونات، وغادي نجمعوها بالزبدة اللي قلنا بحرارة المطبخ، ونخدموها غير برؤوس الأصابع. كيجينا خليط مرمل كيف باين في الفيديو. في الاخير كنضيفو البيضة من بعد ما ضربناها. غنخلطو الكل، وهذا العجين ديالنا واجد. بالنسبه للخليط كنقسموه على جوج. الجزء الاول كما كتشوفوا حطيته في المول وكنضغطوا عليه باش يتماسك بالظهر ديال الملعقه، المول من بعد ما دهنته. في الوسط الحشوه انا اختاريت مربى الفراوله، هو اللي كان عندي حاضر في الدار. ممكن تعوضوه باي فراوله، المذاق اللي كيعجبكم، اولا كريم فريش اولا شوكولاته. الحشوه كتبقى اختياريه على حسب الذوق. كنسويوها على الظهر ديال الخليط الاول وما نوصلوهاش للجوانب ديال المول، والنصف الثاني غير كنفرتوه من فوق منها كما كتشوفوا في الفيديو. من بعد كتدخلوها الفران على درجه 170، شعلت له من الفوق ومن تحت حتى كتاخذ لون ذهبي. اذا نستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا النصف الثاني ديال العجين. اذا ها هي الان وجده كما كتشوفوا. غادي ندخلها الفران. الكاتو ديالنا من بعد ما وجد تقريبا 35 دقيقة محمر ومحمص، كيجي مقرمش من الفوق، وديك لا كونفيتور اللي في الوسط كتعطيه واحد التعليكة كتجي لذيذة ورائعة. بالنسبة للتزيين انا زينته بهاد لي سوغيز وبهاد الكولي ديال الفريز. حطيت لي سوغيز ودردرت عليه سكر غلاس، طبعا حتى بردت لنا
الحلوة ديالنا وزينتو بالكولي. التزيين دائما كيبقى اختياري، بالصحة والراحة. الى عجبتكم ما تنساوش دعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشهية طيبة.